بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. سؤال: هل أستطيع أن أعيش في الدنيا بلا ذوق؟ وهل أستطيع أن أسير في دروبها بلا ذوق؟ نعم تستطيع، بشرط ألا تكون إنسان. إن الإنسانية معناها أن يعيش الإنسان وهو يعرف حقوق الناس عليه. أليس أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق؟ أنا أقف مع بعض الأذواق الجميلة في الحياة، دونها تكون الحياة متصحرة. أتحدث عن الذوق في الاستئذان. الاستئذان هدي من الرحمن أنزل في القرآن، ليس لي ولا لك أن أطرق الباب بعدد كما أشاء، أو أنظر للعورات كما أشاء، أو أن أسيء الظن في من أشاء، وليس لي أن أدخل كل باب أوصد حتى أستأذن، حتى أكون من أهل الذوق. ذوق رتبه القرآن حتى في جوف بيت المؤمن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. يعني الطفل الذي في البيت لا يربى على ذوق الاستئذان سيخرج متدحرجا، كرة بشرية لا تعرف شرقها من غربها ولا معالمها ولا تضاريس الحياة فيها، لأنه يرى أن كل باب يفتح بالقدم وكل باب يطرق متى ما شاء. ولذلك قال الحبيب: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر. أولا الاستئذان 3: أذن لك وإلا فارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى. معنى ذلك لو تطرق الباب أكثر من 3 مرات تسمح لي أقول لك خلاص لا ذوق عندك. ليس بعد 3 إلا أنك تريد الإلحاح، ليست 30 ولا 300، ولا أن ترمي الباب بالحجر، ولا أن تصيح بالصوت. أما تلاحظون أن معظم أبواب بيوت المسلمين قد زال دهانها ولونها من كثرة الطرق عليها بالحجر والصخر والحديد؟ صراخ وعويل وضرب بمنبهات السيارات، وصراخ خلف الأبواب، ورجم بالحجر. ماذا يريد؟ يريدك أن تخرج. أما علم أن من الذوق أن يتوقف بعد 3؟ بعد 3. ثم من الذوق أن أعذر الذي أستأذن عليه، فلربما لا يريد أن يفتح الباب، مريض في الخلاء، مهموم، متعب، منهك، يقرأ، له 1000 عذر. إذا لم تجد الأعذار له اسمح لي أقول لا ذوق عندك. داخل البيت إذا لم يربى الصغير على أن للأب عورة، للأم عورة، لأخيه عورة، للباب حرمة، وإلا فالفوضى العارمة هي التي تجعل الفوضى في المجتمع، أن الفوضى كانت في جوف البيت. قلة حياء الصغير من حفظ العورات في البيت دلالة على فشل الأبوين في التربية. الباب الذي يوصد خاصة على الزوجين عورات،
عورات. ما تلاحظون أن بعض الناس في بيته لا يأمن على عورته؟ لماذا؟ لأن الطفل لربما فتح باب الخلاء، لربما فتح على الأبوين في موقف مريب، لربما عجز الطفل أن يترجم واقعه فعاش في خيالات تعذبه. نحر للفضيلة وهدم للذوق الجميل. الحبيب عندما يقول مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، خوفا من أن تنكشف عورة. ومن الذوق الجميل عندما تدخل ألا تقيم صغيرا من مكان لكي تجلس فيه، فإن للصغير حق. حبيبنا كان معه الماء فدفعه إلى الأشياخ، استأذن الصغير ابن عباس هل تأذن لي بأن أدفع الماء إلى الأشياخ أي الكبار؟ قال لا أوفر بنصيبي منك، فدفعه إليه. كان الحبيب يربي الذوق أن الصغير يربى على أنه كائن يستحق الاحترام. من الذوق ألا تجلس في مجلس وأنت تكشف عورة بيت لربما انفتح بابه. فبعض الأضياف ثقيل الطينة ثقيل الدم قليل الذوق، يجلس حيث يريد مع أن ما يريد يخالف إرادة صاحب البيت. دعوة ألا تجلس إلا حيث يجلسك وينزلك صاحب البيت في المكان، فإن هذا من الذوق الجميل. من الذوق الجميل أيضا ألا تفرح بقيام الناس لك عند الدخول، فإن الحبيب أمرنا أن نجلس في المجالس حيث ينتهي المجلس. ولذلك في حديث حقيقة يربي فينا داخل النفس البشرية أن للناس حق علينا، ويجب ألا ننتظر منهم أكثر مما يجب عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أتدري لما؟ لأنه يريد الناس أن يقوموا له، وليس من الأدب أن يقوم مخلوق لمخلوق، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح.